ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو حيكون إن شاء الله الجزء الثالث والأخير من درس الشافتنج، حنكمل فيه حل الإكزامبل اللي بلشنا حله في الفيديو الماضي. طبعا في الفيديو الماضي قلت لكم إنه هذا السؤال حيتقسم لأربع خطوات رئيسية. الخطوة الأولى كانت design fitting strap، الخطوة الثانية design fitting for column A اللي هي إحنا وقفنا عندها، وفي الدرس وفي هذا الفيديو حنكمل الخطوة الثالثة والرابعة إن شاء الله مع تكملة الخطوة الثانية. فالخطوة الثانية وقفنا عند determine the maximum negative reinforcement in longitudinal direction. طبعا زي ما حنحدد reinforcement باللونجيتودينال حنحدده برضو بالترانسفيرس. الفكرة الجديدة هون إني أنا عشان أحدد الـ reinforcement باللونجيتودينال لازم أطلع location اللي فيه zero shear. location of zero shear هذا برمز له برمز X. طبعا من الـ interior face هأخذ المسافة عندي زي ما أنا هون الرسمة عندي إياها، هتكون شوفوا كيف عندي أنا هون المسافة 4 من الـ interior هون 4.5. أوكي، فهذا الأربعة ونص هأخذها هأضربها بالتسعين، التسعين اللي هي shear at point 1 والـ 12.2 اللي هي shear at point 2. هلأ بعد التعويض هيطلع عندي رقم 3.96. من الإكستيريور هتعمل نفس المعادلة بيطلع عندك 5.46. هذول الرقمين يطلعوا معي وأنا عشان عم بحدد تسليح، فالتسليح بيعتمد على المومنت اللي هيطلع معي. باجي عندي هون الكيو اللي هي 22.7 بضربها بالمسافة من الإكستيريور تربيع على 2 ناقص 124 في نص زائد 3.96. هذا طبعا هذا الفاكتور للكولون A الفوت آد فوتينج A يعني، و سوري فاكتور لود للكولون A، وهون النص زائد 3.96 من الانتيريور هاي الدستنس، فبطلع عندي بالاخر سالب 214.7 فيت كيبس. هلا دائما احنا بهذا الدرس حنعتمد على مبدا الترايل والايرور، فانا هون حافترض A، هاي A تبعت ويتني بلوك اللي اخذناها ب RC1. الA هون حافرضها 1.3 انشز. طب باجي بطلع الT اللي هي عبارة عن 214.7 ضرب 12 على 0.9 اللي هي 5، والD 12.3 ناقص A اللي فرضتها على 2. طب بعد ما عوضت على الكالكوليتر طلع معي جواب 245 كيبس. تمام، طب بدي أشيك هلأ هل الA اللي أنا حليت عليها أول شيء كانت صح ولا لا. فعشان أنا أشيك على الA بدي أروح أطلع النيو A. أوكي هيك مبين. اوكي نيو اي، طب النيو اي ايش عبارة عن الرقم اللي احنا طلعنا قبل اللي هو التي على 0.85 اف سي برايم بي. طب التي قد طلعناها 245.7 على 0.85 اف سي برايم كانت 3 وبي عبارة عن 12. طبعا 12 هاي سوري البي اللي هو الويت عندي اياه، سوري اللينث اللي عندي اياه، فانا اللينث عندي اياه بهذا الفوتين كان 6.5، بس ال 6.5 بالفيت فبدي اضربها ب 12. اوكي هلا عارف الكالكوليتر لما بعمل انا هيك خلينا نعوض، طلع عندي انا 245.7 على 0.85 على 3 على 6.5 على 12 طلع عندي جواب 1.235 يعني قولوا 1.24. هلا ال 1.24 هاي تعال قارنها مع ال 1.3 اللي انا فرضتها. هلا ال 1.24 هاي انت بدك تيجي تقسمها، يعني هي تعد هي تقريبا هيك، فانه هم اوكي اتس ايكوال فايتس اوكي انا بقدر اخذها. اوكي هلا بعد ما انا طلعت النيو اي بدي اجي انا اطلع الاريا ستيل. اوكي فانا هون I don't know if it's clear, okay. AS اللي هي عبارة عن الT اللي أنا طلعتها على FY. طب الT اللي أنا عندي إياها قدي كانت عبارة عن 245.7. FY قدي عندي إياها أنا اللي كانت 60,000، فإحنا بناخدها هون 60 لأنه بالكيبس. بيطلع عندي الجواب 245.7 divided by 60 بيطلع عندي جواب 4.095 يعني قول تقريبا rounding 4.1، ولأنها area فحأعتبرها square inch. أوكي طيب أنا بدي أصلح، عشان أصلح أنا كنت أطلع الرو. طب الرو أنا عندي إياها هون بهاي الحالة حأخذ الرو مينيموم. طب أنا قلت لكم إنه الرو مينيموم هو رقم ثابت بدي إياك تحفظه للأبد، حتى لما تنزل مشروع تخرج ستركشر حتستخدم الرو مينيموم بهذا الرقم اللي هي عبارة عن 0.0033. أوكي
هلا مع التيبل، انا طبعا ما عندي التيبلز هلا، فهو حنقول لكم رقم زي ما هو بس تو تشيك، لانه انتم عندكم التيبلز فبتطلعوا الحل. بيطلع عندنا هون يوز 8 هاش 7 بارز. هلا ليه انا حطيت لكم هذا الرقم؟ اني بالعاده ما بحطه، لانه انا بدي افرجيكم كيف بتوزع هذا الرقم على الفوتنج اللي عندي اياها. هلا هذا الرقم انا عندي عباره عن 8 احمده من رقم 7، اوكي؟ الثمانيه هذول كيف بتوزعوا؟ الثمانيه هذول لهم توزيعه معينه. حوزع 4 هاش 7 للفوتنج، وبضل عندي من الثمانيه 4، بس الاربعه هذول حيتقسموا 2، يعني هاخذ 4 هون والأربعة الضايل بتضل عندي 2 على كل جنب من الجناب، اوكي؟ سو هون ان ايتش سايد، وهون فور فوتينج، اوكي. هلا لحد هيك انت طبعا بتقدر تطلع بعدين هون الاريا ستيل، احط لكم عنكم اياها هون، انه الاريا ستيل عباره عن 0.6 × 8، بيطلع عندي الجواب 4.8 انش سكوير. بعد ما خلصنا هيك سين، هلا نروح على اللي بعدها اللي هو خطوة دي. تمام؟ خطوة دي اللي بدي أحدد ال reinforcement بال transverse direction. فأنا هون عندي هاي 47، ممتاز. إحنا إيش كنا نلون أو بأزرق؟ طيب هنحط هون step دي. determine our reinforcement. In transverse. Okay, determine reinforcement in transverse direction. هلا أول شيء ححدد ال distance من للفيس العمود هذا اللي عندي من edge of footing. أوكي كيف يعني؟ يعني أنا عندي هون حأكتب لكم distance from face of column، من وجه هذا العمود، من أحد الفيسز الموجودين في هذا العمود لا edge of footing لآخر footing، يعني to edge of footing بسمي هاي المسافة L. طب L هاي قد عندي اياها تساوي؟ نيجي هون احنا قد عندنا اساسا الويت تبع الفوتينج الاولى اللي هي عندي 6.5. طب قد ايه العمود ماخذ من 6.5؟ العمود الكروس سكشن تبعه 1 فيت في 1 فيت، فانت عم تطرح منها 1 على 2 عندك 5.5 على 2، يعني 2.75 طبعا لانه بالوحدة الفيت فحنحط برايم. طيب تعالوا نطلع الفاكتورد مومنت ات فيس اوف كولوم. كيف يعني؟ يعني اوكي اللي هي الام يو، انت حط عندها انه هذا فاكتورد مومنت ات ذا فيس اوف كولوم اللي هي 3.49 ضرب المسافة هاي 2.75 طبعا تربيع على 2. طب قد ايه على الكالكوليتر؟ 3.49 divided times 2.75 سكوير اوكي هون ضرب divided 2 بيطلع عندي جواب 6. لا ليش هيك؟ دقيقة او انا قسمت وخلصت. 3.49 ضرب 2.75 سكوير تقسيم 2 او 13.19، يعني اقول 13.2 كي فيت لانه هذا مومنت. طب هل هذا الوحدة تبعت المومنت؟ احنا اذا لاحظتوا احنا هون اخذنا اساسا من ويدث، اوكي؟ فهذا بسميه بير فوت ويدث، اوكي؟ وبليز ركز على هذا الموضوع لانه هذا حيساعدك كتير تفهم لقدام الارقام اللي قدام. اذا هذا بير فوت ويدث، اوكي؟ هلا خلينا نستخدم الترايل بالايرور عشان نطلع الاي. احنا هنفترض انه الاي هون عبارة عن نص انش، تمام؟ شو بنروح نطلع دائما بس نطلع الاي، باجي بطلع التي. التي هاي عبارة عن الام يو على فاي دي ناقص اي اوفر 2.
طيب الاميو انا عندي قد طلعناها 13.2 على فاي اللي هي 0.9 على الدي اللي هي اساسا 12.3 ناقص ال اللي فرضتها اللي هي نص على 2 بيطلع عندي الجواب 13.2 divided by 0.9 divided by between brackets 2.3 ناقص نص على 2 بيطلع عندي الجواب 1.2 نسيت أضرب 12 في العادة. أوكي ضرب 12 هون بالفوت. طبعا ليش طلع معي الجواب كتير بعيد؟ لأنه المفروض هو يطلع معي بالإنش يعني بالكبس. أوكي وأنا هون ما نسيت أضرب 12. أوكي فأنا هون عندي لازم يطلع معي الجواب 14.6. وفهمنا وين الغلط. أوكي هون بليز لما نحط المومنت ما ننسى نضربه ب 12. أوكي 14.6 1 كيبس طلعنا تي بدنا نطلع النيو اي. سو نيو اي هي يو اي باخذ التي اللي طلعتها ما راح احط القوانين انتم المفروض تكونوا صرتوا حفظتوهم باي ديفولت على 0.85 اف برايم سي 3 وبي قد ايه كانت بي 12 انش. اوكي أربعتاش بوينت ستة واحد على بوينت ايتي فايف على تلات على اتناش طلع عندي بوينت أربعة سبعة سبعة يعني بوينت أربعة ثمانية. هلا هذا إنجز نيجي نقارنها مع النص اللي أنا فرضتها. هلا هون طبعا بتفرق من هون بتعرفوا بتتذكروا كيف شرحت لكم انه هذا بنقسمه على 12 وهيك بالعشرة. فبناء على هذا الشيء هذا تقريبا طبعا بيطلع 0.46 يعني فهذا اكبر فايتس اوكي يعني هذا بتكون عندي 0.42 مثلا 0.44 ما قسمتها يعني بس انا هيك تقريبا. فالاريا ستيل اللي هي عباره عن التي على اف واي التي اللي انا طلعتها عندي اياها 14.61 سوري اوكي 14.61 الاريا ستيل انا بقسم التي على الاف واي. الاف واي قد عندي اياها انا 60. طب نرجع على الكالكوليتر نطلع الجواب 14.61 على 60 بطلع عندي جواب 200 لا 0.244 يعني 0.244 سكويرد انش لانه اريا ستيل. بعد ما اطلع الاريا ستيل بدي اياكم تعرفوا برضو انه هاي الاريا ستيل هاي عباره عن بير 1 فوت سكشن. اوكي بير 1 فوت سكشن باجي انا هون بدي اطلع الاريا ستيل على بي دي. هلا بتفهموا ليه عم نعمل هيك. اريا ستيل اسمو لي اياها على بي دي. الاريا ستيل انا قد طلعتها 0.244 صح اسمها على بي واسمها على دي شو بيطلع جواب؟ هون عم طلع رو. اوكي ف عشان هون في حدا ناسي هاي رو. اوكي سو عندي 0.244 ديفايد باي 12 ديفايد باي 12.3 طلع عندي جواب 0.00165. طب تعال نقارنها مع المينيمم اللي احنا بنتعامل معها 33 اكبر بكتير فا اي شود موديفاي ات. انا ما بقدر اخذها بهذا الصيغه بهذا الرقم. فعشان انا تو موديفاي ذس نمبر شو بعمل؟ انا باجي بضرب 4 هذا احفظه 4 على 3 بضربه في البوينت 00165 شوف قد بتطلع معي 4 على 3 ضرب 0.00165 طلعني جواب 0.0022. هلا 0.0022 هاي هتكون عبارة عن أكبر من هاي وأصغر من هاي فإتس أوكي ريزونابل بقدر أخدها يوز إت. باجي أطلع الأريا ستيل. هلا الأريا ستيل باخد الرو اللي عندي إياها هلا اعتمدتها آخر واحدة بدي أضربها بكل العرض تبع الفوتينج A كان 6 فيت. طبعا حاضرب 6 فيت ب 12 عشان عم بتعامل مع انشز وحاضربه بالدي اللي هو 12.3 بيطلع عندي الجواب خليها ضرب
ستة ضرب 12.3 بطلع عندي جواب واحد وتسعة أربعة. أوكي طيب إذا 1.94 إنش سكوير، 1.94 إنش سكوير. هلا أنت لحد هيك طلعت area C للtransverse direction، فأنت خلصت الخطوة الثانية الرئيسية وخلصت فرادي. هلا الخطوة الثالثة الرئيسية بتكون عبارة عن إنك find يعني design. هلا احنا هذا الديزاين اللي عملناه هذا كله للفوتينج A، بدك تعمل نفس الديزاين للفوتينج فور كولوم B. تتذكروا احنا طلعنا الدايركشن او سوري الدايمنشنز تبعون اللي B كانوا 8 × 8.5، فانت حتعيد نفس الخطوات بنفس الاشي بدون اي فرق. فانا لذلك قررت اني ما رح احل الديزاين فوتينج فور كولوم بي، لانه هو حيكون ريبيتيشن للي قبله وحياخذ معنا فيديو لو بدي ارجع اعيد حله. بس حنزلكم اياه مع الورق البي دي اف اللي بنزل بالديسكربشن تبع الفيديو حتى انتم تشوفوه وتشيكوا على حالكم. لذلك انا سكيب دايركت على الخطوه اللي بعدها. اذا هاي الخطوه هون حاط نوت انه repeat step 2. اوكي هلا نيجي على الخطوه الرابعه اللي هي design column doubles. هلا شو هاي الخطوه الرابعه اللي هي design column doubles؟ هلا بصراحة أنا ما كتير مش عارف إذا المعنى اللي حكيكم إياه هلا صح، بس إنه هذا المعنى الموجود إنه الدوبلز هم زي مسامير الأعمدة. أوكي حفرجيكم إياهم بصورة بعد شوي. فإحنا لازم أنا نصمم بدرس الشافوتينج إنه حتتأكد إنه هل العمود حيتحمل أو لا، بدنا نعمل له ديزاين لكولم دوبلز. الفكرة هون إني أنا بدي أحدد البيننج كاباسيتي لهذا الكونكريت كولم اللي عندي إياه. أوكي بعدين بدي أقارنها مع الفاكتورد كولم لودز لـ A و B. هلا اذا طلعت اقل منه فانت سوري اذا طلع هذا الكاباسيتي اكبر من اللود سبعين فاكتورز انت هون لازم تعمل ديزاين لكولم دولز. اوكي نشوف كيف هذا الحكي اللي انا حكيته. باجي انا بقول قديش البيرنج كاباسيتي اوف كونكريت ات كولم بيس في قاعده هذا العمود بسميها PC اللي هي عبارة عن 0.85 times 0.7 هدول السبب تحفظوا ليهم ضرب 4 ضرب هذا 4 انه 4 sides يعني مثلا 12 في 12 اللي هي هاي مش قلتلكم انه الكروس سيكشن العمود 1 foot في 1 foot فهذا عبارة عن 12 انش في 12 انش يعني بطلع عندي الجواب انا هون 12 × 12 × 4 × 0.7 × 0.85 طلع الجواب 342.7. اوكي 342.7 كيبس تمام. طب تتذكروا قد ايه كنا مطلعين احنا الفاكتور لود ل A كولم لودز ل A ولا B؟ بال A كان 124 وال B كان 248. طب طلعوا على هذا الرقم طلعوا هدول much bigger يعني much greater كتير اكبر. اوكي لذلك احنا هون بنضطر نحسب الاريا ستيل في انه عندي كولم دولز. الاريا ستيل هون هذا احفظه برضه مينيمم لانه ما فيه حسابات كثير انك تحط تضرب البوينت 005 في الدايمنشنز تبعون العمود اللي هو 12 × 12 بيطلع عندي الجواب يعني 144 × 0.005 بيطلع عندي الجواب 720 يعني 0.072 انش سكوير. لحد هيك احنا خلصنا حل السؤال. اوكي حافرجيكم كيف التسليح، حافرجيكم شو الدولز هدول نجيها على السلايدز. شوفوا اللي هون عندي الاعمدة، طبعا هو بالاخر اختار اربعة يعني use for four hash four دولز. اوكي four hash four هون بالدول هذا قواعد الأعمدة هيك هون. هدول الأرقام الباقيين اللي هو التسليح بالترانسفيرس واللونجيتيودنال لكويل فوتينج. عارفة أن هذا الدرس طويل وبيغلب، وبصراحة أنا من الناس اللي بستبعد جدا يجيك سؤال في الامتحان على الستراف فوتينج، لأنه لو بده يجيك سؤال زي هيك معناها الدكتور فرض إنه ساعتين في الامتحان حيروحوا لحل سؤال واحد. لذلك عد الفيديوهات يعني احضر الفيديو
وعيد الحل السؤال مرة مرتين حتلاقي انه step 2 عادل step 3 زي بعض، فان شاء الله يعني حتطلع فاهم الموضوع. ويعطيكم العافية.